لكم بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد معي اليوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو جديد فيديو ديال الحقيبة الولادة، ولكن انا هنا صورت قبل ما نمشي نولد، ودابا الحمد لله تفكيت على خير ان شاء الله. اللي حاملتها يلا يفك على خير. والبنات اليوم هاد لا فيديو بغيتكم تتبعوه من الاول للاخر، حيت غادي نعطي نصائح شنو استعملت وشنو اللي تقلت به مشيت به غير هكاك وجيت. يعني من الاحسن البنات ما ديروش نفس الاغلاط ديالي. المهم انا كاين شي حوايج ديتهم، كاين شي حوايج زعما خصوني وما ديتهمش. المهم البنات انا ديت هادي غادي انا اللي كتبت فيها هذيك السميه، غادي نحط لكم لا فيديو مور هذا الفيديو هذا كيفاش كتكتبوا سميه على الثوب، اي ثوب، على مخده، على اي حاجه. المهم هذه انا ديتها معايا، راه زوينه نفعاتني. يعني فاش يكون تبي تخرجي راه غادي تستعمليها. درتها وسط هاد الصاك هذا ديال البابي، حتى هو فاش كتكون خارج راه كتستعملوه. يمكن لكم ديوه حتى فاش تكونوا بغيتوا ديوه للجلبه ولا شي حاجه راه كتستعملوه. يعني هذا ما غاديش تضيعوا فيه الا خديتوه. مهم بالنسبه للحويجات اللي ديت، مهم البنات نتوما ستفوا الحوايج ديالكم، حيت انا صراحه حتى البنات اللي كيجيو كيديو الحويجات وداكشي عجباتهم، حتى السيفه اللي مستفاه انا الحوايج وجاتهم ساهله كلشي فيها، يعني ما كيتخربقوش فاش كيحلو كيلقاو كلشي. مهم انا ديت هاد البيسه هادي كما شفتوا راه فيها السنسله هادي ما زويناش. يعني اي لبسه عندكم فيها السلسله من الاحسن بلا ما ديوها، حيت كضر البيبي. هو شي خرج باقي صغير هو وما خاصوش شي حاجه تجرحو في وجهه ولا. يعني هاد اللبسه هادي راه لبستو فاش يلاه تزاد، ومن بعد ما بقيتش لبستها ليه، صافي حيت هذيك الساعه عطيتها لبسه اخرى. المهم البنات كديو تريكوكم، انا هادو بالنسبه لحقيبه الولاده فصل الشتاء. ديت تريكوكم وتريكو دوني، المهم الطريطيقات، وديت طاقيه. وهنا راه ما ديتش ليغات وتقاشر، حيت ديجا هاد اللبسه فيها فيها دوك ليغات وتقاشرات ديالهم. ومهم انايا هادو هادو اللي ديت في الاول. وبالنسبه للبنات الفوطه من الاحسن ما ديوهاش في الاول، ما ديروهاش زعما في اللبسه الاولى، حيت ما تيحتاجوهاش. انا ما هزوهاش كاع من اللبسه الاولى، ما داروهاش انا ديتها، ولكن هما ما استعملوهاش في اللبسه الاولى، يعني حتى اللبسه الثانيه والثالثه. الوغ كدي هاد الشيء البنات بالنسبه للولاده القيصر، يعني اللي غادي تولد بالفتيح راه كدي ثلاثه لبسات، وكدي شي مانطا تكون خفيفه شويه. مهم انا هادو كلهم استعملوهم في النهار الاولاني، الا الفوطه ما استعملوهاش، رجعوها ليا نقيه، يعني ما استعملوش كاع الفوطه. وبالنسبه لهاد البلاستيك هادو راه ديال البيجامات كما كنت قلت لكم، الصراحه البنات نفعوني، وحتى الفرميات اللي كانوا تما او هذوك البنات اللي كانوا تما حتى هما عجبتهم الفكره، وكنعطيهم كلشي منظم. الوغ فيما كيبغيو شي حاجه كنعطيها لهم، ماشي انا اللي كنعطي لهم، كيعطيها لهم راجلي ولا ماما. نتوما راه قبل فاش تكونوا غاديين، يعني فاش غادي ديروا كان غادي رقم جوج، رقم واحد، رقم ثلاثة، باش الام ديالي او الزوج ديالي يجيهم هذاك الشيء ساهل. يعني الا بغاو شي حاجه كيهزوها بحال هكا كيعطيوها ليهم، يعني كلشي مجموع كلشي مقاد، وهما حتى هما فاش كيتسلاو كيرجعوا هذيك البلاستيكه فيها الحوايج المسخين ديال البابي. كيف ما قلت لكم بالنسبه للحويجات هذيك الاولانيه كانت فيها السنسله، الوغ دغيا حيدتها لي ولبستو هاد الحويجات هادو. شوفوا هاد اللبسه هادي راه قطن زوينه بزاف. هاد الحويجات ديال البابي كلهم خديتهم انا من عند نورا شوب، كاينه في مراكش حدا رون بوان ديال السملانيه. بالضبط بالضبط قبل ما توصلوا الكارفور راه كاينه تمايا اون فاس مع شي حاجه الفاكهه. مهم المهم البنات انا غادي نخلي لكم في صندوق الوصف نيميرو التليفون ديالها الا خصاتكم شي حاجه. عندها حويجات زوينين، كاليتي زوينه. هاد الحويجات ديال تحت خديتهم، داك السوفيتمان ديالها خديتهم من عندها. كلشي كلشي عندها الصراحه زوينين، وحتى الكاليتي ديالهم كما قلت لكم البنات ماشي بحال هذيك اللي خديت من اكس واي كي فيها السنسله وداكشي البابي، ما استعملتهاش والله ما زوينه. هادو كان فيهم مريح وسخينين. مهم هاد اللبسه الثانيه كما شفتوا راني درت فيها لي كوش، درت فيها اللي كاتو تقاشر وتلكوكم وتلكو دوني، حتى هما جمعتهم درتهم في نفس البلاستيكه حتى هي. مهم داكشي متيول مقاد كما قلت لكم، والله الا عرفتي
يعني ما كتعذبوش حتى اللي معاكم، ما كيتعذبش فينا هما هادي فينا هادي، ما كيبقاوش يبرزطوا فيكم نتوما. المهم اللبسه الثانيه ضروري كتكون فيها الفوطه، حيت هما تيبغاو النهار الثاني تيدوشوا لي، النهار الاولاني ما تيدوشوش لي كما قلت لكم، النهار الثاني تيدوشوا لي الله تيبغيو الفوطه. واللبسه الثالثه حتى هي خديتها حتى هي من عند نورا شوب، حتى هي قطن عتي رطيط برطيط بنتوما، كل قيجه زعما بيجامات بحال هكا تاخذوه زوينين والله الا. شوفوا اللبسه كي دايره غزاله، وحتى اللور دايره فين ديك الطرطقات كاينين اللور، يعني ما كيعدوش البابي. حتى هاد التريكو ديال تحت هو قطن، والبنات عتي صبن ورد والله الا صبن ورد، يعني هادو راه يلبس فيهم ولدي يلبس فيهم ولد شي اختي ولا شي واحد جاي مورا الله اعلم شكون. حتى هادو الطرطقات ديالهم ساهلين حتى هما زوينين، فيهم طرطقات في القدام يعني ساهل، ما تقدرش تبقاي تخشيهم من الراس يعني القدام. المهم حتى هادي نفس اللبسه، نفس الحاجه اللي كنجمعوا النهار اللبس الاولى نفس الثاني نفس الثالثه، حتى هما كندير لهم كوشه تندير لهم كلشي كلشي كنصاوبوا ليهم الطويقيه ديالتو. البنات بالنسبه للطاقيه انا لقيت مشكل في الطاقيه الصراحه، حيت هذوك الطاقيات فيهم واحد التنيات لتحت في التنيه في الراس داك بحال قلتي الخياطه، وهو الباب كيكون باقي رطيطب يعني بقات مطبعه عليه تما، حتى حيدت ليه هذوك الطاقيات وعاد باش هضرت مع ماما جابت لي طاقيات اخرين. المهم البنات كديو ثلاثه لبسات في حيت 3 ايام كنجلسوا في السبيطار، وحتى انا ديت لبسه زايده حتى هي نفعاتني باش خرج البيبي، باش كيكون تيخرج من السبيطار نتوما ضروري البنات ديو الحويجات ديال تحت ديو لبسه زايده كما درت انا، انا حتى جيتها حتى نتوما البنات كما قلت لكم ديو لبسه اخرى باش تشوفوا الا احتاجيتوها. المهم هادو من الحوايج اللي انايا احتاجيت زعما ما ضعتش فيهم، انا اللي ضعت فيه بزاف هو ان المهم انا غادي نبقاو معايا حتى الاخر وتشوفوا كلشي بالضبط شنو اللي ضعت فيه وشنو اللي ما ضعتش فيه. هانتوما كتشوفوا دابا اللبسات كاملين ديالي مجموعين متولين، وكل وحده فيهم كاتبه رقم 1 2 3 وكاتبه وحده كاتبه فيها سورشي يعني ديال الخروج. مهم هادو كيتحطوا في لافاليز مقادين، يعني حتى شي واحد يعني الام ديالك ولا الزوج ديالك، انا بالنسبه للزوج ديالي راه دخل معايا السبيطار، دخل معايا زعما لاكوشمون العمليه، يعني ماما اللي تكلفات بهذا الشيء كامل. وقضيه اخرى قبل ما ننسى، بالنسبه للقماط راني ديت هاد القماط هذا نفعني، يعني ديو نتوما واحد جوج قماط بحال هكا يعني كتجمعوا فيه الباب كيبقى مجموع وكينعس مرتاح. وحتى البنات اللي كيبدلوا كيجيهم ساهل، كيخشيو فيه وكيسدو ليه يديات وداكشي كيكون ساهل، وكيبقى البيبي مجموعين عدماتو بحال راه باقي في الكريشة يعني كينعس ما كيتكرفصش حتى هو مسكين ما كيبقاش يبكي. وبالنسبة لهاد لي برودوي هادو راه انا درتهم فهاد لاتخوس هادي، الصراحة اللي غادي تحتاجو فتما الشامبوان وداكشي انا ما خداوش من عندي، يعني اللي غادي تحتاجو هو الكريم دو شونج، وغادي تحتاجو حتى اللانجي حتى هو. مهم هاد بالنسبه للقراعي البنات اللي سولوني قبل في الفيديو الاولاني، هاد القراعي راني خديتهم من مينيسو، مهم هو باكي ماشي في هاد لاتخوس، خديتهم في واحد تخوس اخرى ترونسبارون. هاد لاتخوس هادي كنت خديت من لا فارماسي، خديت لي برودوي وعطوني هذيك لاتخوس فيها الكريم دو شونج وفيها واحد الكريم ديال الوجه، وعطوني فيها حتى مشطه، عطاهم ليا كادو هادو، وانا حيدت داكشي واستعملت فيها هادو، جمعتهم فيها مع داكشي شيبي في شيبي انتكت القضيه. هادي هي التروس اللي قلت لكم كانت فيها هادوك القريعات، غتلقاهم في نفس هاد التروس. انا هاد التروس هادو درت فيها القطن ودرت فيها حتى هادوك، هادي غير ضيعتها غير ديتها معايا يعني ما احتاجيت عند ماما هنا للدار. بالنسبه للفيطات ديال البيبي استعملتهم يعني احتاجيتهم في السبيطار، يعني كيليقوا. وهادو خديتهم البنات، خديت 3 ب30 درهم، وهادو اللي علاش اللي فيهم هذاك نونوس في القهوي هادوك خديتهم ب10 دراهم الوحده، يعني بحال يعني حتى الاخرين 3 هي ديك 10 دراهم الوحده. هاد الفيطات رطات بين زوينين زعما، حتى هما استعملتهم في السبيطار. بالنسبه للبيبي فاش تيبدا يتقيا الحليب يعني كيتقيا لكم واحد شويه كتمسحوا ليه،
ما عاد يكون يلاه يلاه مزيود ما كتعرفوش نتوما شنو ديروا. يعني كيقول لكم واش كاينه فطا كاينه واش كاينه هذه كاينه. يعني هادو من الحوايج اللي احتاجيتهم حتى هما درتهم في واحد الطقوس وكتبت عليهم حتى هما ان راه ديال الفوطات. والطقوس الثانيه حتى هي فيها اللانجات وليكوش. زدت انا داك ليكوش تما واخا ما داوش من عندي ليكوش بزاف. يعني كيدو هذيك اللبسه اللي فيها هذيك الكوش يعني هما اللي كيبدلوا لهم كوش من بعد. وهاد اللانجات البنات راه زوينين ديال جيلبر. انا ديجا هضرت عليهم ديال زيت الزيتون دابا باقي كنستعملهم. انا قلت ما غاديش نحبسهم حتى تدوز واحد دو موا البابي باش ما يطيبش ليا. وهذيك فيهم الزيت ماشي بحال اللانجات الاخرين. وبيان سور القران الكريم حتى هو ديتو معايا. وهاد ليزار ديتو حتى هو معايا باش نستعملو زعما نفرشو البابي ولا شي حاجه. ما استعملتوش يعني غير ضيعت فيه. حتى هاد المخده حتى هي استعملتها حتى عند ماما. يعني هاد جوج د الحوايج اللي انا ما استعملتهمش فاش مشيت. ديت معايا حتى هاد المنطه هادي صراحه استعملتها. فرشتها البابي في التحت في هذيك البلاصه. عطيتها فرشوها ليه لديك البلاصه فين كي فين كيديو كيجيبوه. تفرشها لي تما. ومهم هذا هو الفيديو ديالي. كما كتشوفوا هنا الفاليز ديالي راه كلها مجموعه ومتول داكشي وكلشي مكتوب عليه. يعني حتى شي واحد ما كيوحلش. مهم ندوزو دابا لهداك السويك اللي كيكونوا فيه الرضاضع وداكشي. ماما تصك هذا راني خديته انايا من ال سي واي كيكي. وبالنسبه لهاد الطويسات هادو فيهم ديتيتين فيهم هذوك السكاتات فيهم جديده ديال سميتو. هادو البنات انا ديتهم غير تقلت بهم. وحتى الجليدات هادو ما نفعونيش كاع ما زوينينش. وبالنسبه لهاد الشوف بيبرون حتى هو ديتو ما استعملتوش. وهاد التيغلي حتى هو ما استعملتوش حيت كتكونوا ولاده القيصريه الصراحه كتكونوا مكرفصين بزاف. هذا بالنسبه للمشطه الشيتا بالنسبه للمهم هادشي كامل انا ما استعملتوش. استعملت فقط هاد الرضاعة ديال الافنت بوحده اللي استعملت يعني عطيتها ليهم. مهم البنات كما قلت لكم هذيك حقيبه الولاده اللي محطوطه في الانترنت في يعني في بزاف ديال لاشين راه ماشي يعني كتشريو كلشي كاع المشتريات كتشريهم ديال البيبي وداكشي ولكن ما كتحتاجوهمش حتى للدار عاد باش كتحتاجوهم. وبالنسبه للحوايج ديال الام اللي غادي تولد ان شاء الله انا البنات ديت كما شفت في حقيبه الولاده في الانترنت ديت ثلاثه ديال التبديلات. ديت هاد البيجاما هادي رطيت باش هي ولكن البنات ما استعملتش كاع ثلاثه البيجامات البنات حيت راه فاش فاش كتولدوا راه هما اللي كيجيو يلبسوكم وكيطلبوا منكم بيجاما اللي كيلبسوا لكم وكتلبسوها بزز باش كيلبسوها لكم صافي. يعني من بعد كيجيو يسوانيو لكم وداكشي. هذا النهار الاولاني كتكونوا غير ناعسين يعني غير متكيين ما خاصكمش حتى المخده ديروها. يعني هذا النهار الاولاني وكتكونوا يلاه مشى منكم البنج. والنصيحه البنات اللي ننصحكم بالنسبه اللي ولدت ولاده قيصريه ان هذه النصيحه نصحوني بها ودرتها وفعلا يعني حوايج اللي زعما النصائح اللي نفعوني من النصائح اللي نفعوني هي ان فاش تكونوا البنات يلاه طلعتوا لا شومبر ديالكم كتبقاو تحركوا رجيلاتكم شويه بشويه كتحركوهم ماشي كتحاولوا تهزوا رجليكم غير صباعكم تبقاو تحركوهم باش ما باش نهار يجيو نهار ثاني يجيو وقفوكم دغيا توقفوا. المهم البنات انا راني لبسوني غير الفوق ما لبسونيش لتحت حتى طلعت للفوق عاد بالجو لبسوني لتحت ولبسوني غير سروال واحد. انا راه كما كتشوفوا ديت حويجات كثار وحتى السروال ديت جوج سراول وقال لي الطبيب لا جوج سراول ما يمكنش تلبسي جوج سراول. علاش؟ باش سميتها ما تعرقش باش الفتحه ما تعرقش خاصها تبقى يعني عاديه. والبنات واحد الحاجه عاوتاني اخرى فاش كنت فاش ساليت لاكوشمون ديالي داوني لواحد البلاصه هي فاش كيجيو يلبسوك فيها. هذيك البلاصه كانت واحد البنت واحد السيده حتى هي تما. هذيك السيده المشكل اللي لقاو معاه هو ان البيجاما لقاوها مزيره عليها. يعني هي فاش كانت حامله قالت واقيلا غادي نولد راه غادي تحيد مني الكرش زعما وغادي يقدي البيجاما. راه هادشي مسكينه تكرفصات كيدخلوا لها داكشي بزز باش كيدخلوا لها. يعني فاش بغيو تاخذوا بيجاما ديال سميتو خذوها شويه كبيره باش نيت تسهل عليكم حتى الا كانوا تيلبسوا لكم ولا شي حاجه تسهل عليكم وانتم تكونوا مرتاحين فيها. كما كتشوفوا هنا انا راني جمعت البيجاما ديالي جمعت درت الطوني درت كل شيء
وحتى الزفت هو ديته حتى هو درته عقدت به راسي والله الا ديت هنا جوج سليبات حيت انا كندير جوج سليبات الا كانت لا غير باش كنبقى مجموعه. ديت هادوك ديال الرضاعه النهار الاولاني البنات ما كيجيكمش الحليب في بزازلكم حتى النهار الثاني ولا النهار الثالث. وديت حتى هاد السوتيامات هادو اللي كيتحلوا بحال هكا والبنات راه حتى حاجه ما داروها ليا في هادشي والله تلبسوني تريك دوني تريكويات صافي السوتيامات وداكشي قالوا ليا حتى من بعد. يعني البنات اول لبسه ديالكم من الاحسن ديروا غير تقشرات ومهم ديروا جمعوا هادشي كامل وهما غيهزوا ديك الساعه داكشي اللي غيلبسوكم. كما قلت لكم انا شنو لبسوني شنو ما لبسونيش راني قلتو لكم. وبالنسبه للتحت راه تيديروا لكم غير ليكوش تيدير لكم سليب وهذا وليكوش من عندهم تيدير لكم ليكوش كبير باش ما كيلبسوكمش السروال حتى كطلعوا الفوق عاد باش كتلبسوا السروال حتى العشيه كيجيو فاش كيجيو يبدلوا لكم عاد باش كيديروا لكم السروال وهذا ولا بغيتو ديك الساعه بحال دابا انا قلت لهم ديروا لي عفاك السوتيامات وداكشي اللي ما لبسونيش قلتها لهم. كما كتشوفوا البنات راني جمعت الحويجات ديالي كما جمعت الحويجات البابات ها هما درت دوك شبيكيشات ديال البيجامات غنفعوني درت فيهم رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. واخا البنات انا استعملت جوج بيجامات ما استعملتش 3 يعني ديك الثالثه غير زايده والله ما يمكنش البنات راه كتكونوا مراضين ما يمكنش انكم تبقاو كتبدلوا كل ساعه يجيو يبدلوا لكم. راه بدلوا لي انا نهار فاش لبسوني ونهار الثاني ما بدلوش لي نهار الثالث جاو هي فاش سوينوا لي وبدلوا لي حويجاتي كاملين. كما كتشوفوا هذاك كلينكس ولا جات هما استعملتهم ديتهم وهادو ديال الرضاعه راه ما استعملتهمش يعني كما قلت لكم راه ما كيجيكمش الحليب في النهار الاولاني. والفويطات ديالكم هادو الا بغيتو بحال هكا كتنوضو فاش كتوليو تنوضو نهار الثاني كتنوضو راه كتمشيو تغسلو وجهكم وداكشي. وانا راني ما قدرت ندير حتى شي حاجه من هادشي اللي ديت الكريم ديت هادي باش كنغسل الوجه ديت شي تاع السنان ديت عشان البنات راه ما كنقدرش ندير حتى شي حاجه حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه. يعني انا فاش جيت نوقف كما قلت لكم كنت كنحرك رجلي وداكشي فاش جاو وقفوني ما شدتني لا دوخه لا والو. ولكن البنات راه فاش كتبغيو تدخلوا الطواليت ما كتقدروش تجلسوا كاع ما كتقدروش تجلسوا يعني الا معاونكم شي حد ما كتقدروش تجلسوا الا جيتو بيتو تنوضوا ما كتقدروش يعني كلشي كتحتاجوا يد المساعده ضروري. وبالنسبه لهادشي انا ديت ستيك ديت حتى شي حاجه من هادشي البنات ما درت حتى حاجه حتى حاجه ما حليتش هاد لاطخوس اصلا والله ما حليت شي حاجه حيت راه كتكونوا معذبين البنات. بالنسبه لهاد البوماده هادي حتى هي ديتها معايا ولكن انا ما استعملتهاش في السبيطار. ولكن البنات هاد البوماده ديال افنت راه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يرضعوا عادي راه كتكرفصوا في الرضاعه ولكن هاد البوماده ما كتخليوش ان ديسان ديالك انكم يتشققوا لكم ولا يضركم اكثر يعني زوينه هادي غير استعملوها. انا راه تسلت لي وعاود شريت نفسها يعني كنستعملها. بالنسبه للصاك اللي كتكوني هازه معاك اللي كدي معاك انا راني ديت الملف ديالي ضروري وديت هاد لا تخوس هادي ديت فيها القران القران زعما قلت غادي نقراه وداكشي راه والو حتى البنات كتوليو غير حاطين راسكم والوجع كيشدكم وهادشي. انا راني درت هادشي راه درت انا واحد البرا ب 400 درهم في السبيطار نورمالمون كدار ديال كيضربوا لكم واحد جوج لباري في المسكل ديالكم باش كيمشي منكم الوجع يعني كيتخفف ومع ذلك تيجيني وجع يعني باز للناس اللي ما كيدقوهاش وتيمشيو زعما تيطلعوا الفوق كيبقاو يعطيهم دوك لي كالمون وكيبقاو يحسوا بالوجع باز لهم وحق الله. بالنسبه لهاد الطخوس هادي راني درت فيها داكشي الخفيف اللي كندير في المكياج ما درت والو من هادشي هادشي ماشي مشيت متقله به تقولوا فيه والله بناتي ما درت شي حاجه من هادشي يعني راه حتى حاجه يعني داكشي اللي كيقولوا الناس راه حتى حاجه ما كاينه حتى حاجه حتى حاجه ما كاينه. المهم البنات نتمنى هاد لا فيديو البنات تكون استفدتوا مني كوحده يعني جربت هادشي. ونتمنى البنات انكم اللي كان عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا ليا لايك وما تنساوش انكم تابونوا معايا وغادي نقول لكم باي باي فيديو جاي ان شاء الله.